مشاهدينا الاعزاء وين ما كنتوا اهلا وسهلا فيكم عبر شاشه التلفزيون السلام، واهلا وسهلا فيكم دائما في برنامج اهلا بالعيد. اليوم هذا البرنامج اللي برعايه كريمه من مخماس فنلند، اكيد مخماس فنلند دائما معكم، مدينه الملاهي المميزه في رام الله المنطقه الصناعيه. زوروها في ايام العيد وفي كل الايام ايام العطل، وقضوا اوقات جميله في مخماس فنلند. انتم تستحقوا الجميل وتستحقوا الامن والامان، والامن والامان بتلاقوه في مخماس فنلند دائما وابدا. انتم معنا عبر شاشه التلفزيون السلام، كل الاحترام والمحبه والتحيه لكم. اجواء العيد رح نصدها معاكم ولكم، رح نسال الناس اسئله ويربحوا معنا جوائز فوريه من مخماس فنلند. خليكم معنا اكثر لنشوف جو العيد والتحضيرات للعيد، وكمان نشوف الاجابات على اسئلتنا. كل عام وانت بخير. وانت بخير والصحه والسلامه. تعرف عليك عصام هيكل من نور شمس. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. الله يخليك، كيف شايف الاجواء تحضيرات العيد؟ والله الحمد لله رب العالمين، تمام ان شاء الله على زياده يا رب وهدات البال ان شاء الله. حضرتوا للعيد؟ هينا منحضر والله قاعديا. حضروا للعيد صحيح. كيف شايفين الاسواق الاسعار بشكل عام؟ والله استغلاليه، في استغلال، استغلال بشكل مش طبيعي. اللي ب10 بصير ب30 على العيد، سبحان الله. والله، وبالخص اذا بيعرفوا انه البني ادم هوية اسرائيلية ما شاء الله طحن طحن. والله طحن، لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا سيدي الله يجيب لي في الخير. اللهم امين اللهم امين. اهلا وسهلا فيك عبر شاشة التلفزيون السلام، واليوم برنامجنا اهلا بالعيد برعاية مين؟ برعاية مخماس. مخماس فنلند. ملان فنلند فنلند. يا سيدي مخماس فنلند اكيد بتحب تقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير والصحة والسلامة. شو بتعرف عن مخماس انت؟ والله بسمع فيها مدينة ملاهي وبركة سباحة وقعدات منتزه، اما والله للامانه ما زرتها يعني. طيب ان شاء الله بصح لك انك تزورها ان شاء الله رب. ومخماس فنلند موجوده في رام الله في المنطقه الصناعيه، اكيد مخماس فنلند دائما هي مدينه الملاهي اللي بتوفر لك كل شيء ممكن بدك اياه للعب والترفيه ان شاء الله. تاخذ العيله وبتروح ان شاء الله. ان شاء الله. سيدي العزيز راح نسالك سؤال، بتجاوب عليه صح بتاخذ معنا جائزه. نسالك سؤال رياضي، بتحب الرياضه؟ لا الرياضه لا نهائي. ما تحبش الرياضه؟ فيها. طيب في مفاعل نووي موجود في اسرائيل، شو اسمه؟ ديمونا. ديمونا، مفاعل ديمونا. جاب نهائية؟ نهائية. متأكد؟ تخربطش؟ لا متأكد. مفاعل ديمونا. مفاعل ديمونا اكيد. مفاعل ديمونا اجابتك صحيحه، بتاخذ جائزتك مباشره من شركه مخماس فنلند. اكيد مخماس فنلند الملاهي والالعاب الممتعه في المنطقه الصناعيه برام الله. شو بتحب تحكي لهم؟ كل عام وهم بألف ألف خير إن شاء الله، وإن شاء الله قريب بنروح بنصلي في الأقصى الشريف إن شاء الله، وقدما وإلى الأمام. عرف عن نفسك؟ أستاذ شاكر بدير، مدرسة الذكور الفاضلية ثانوي. أهلا وسهلا. حياك الله. أنتم بخير؟ ألف خير. شو أخبارك؟ الحمد لله. مبسوط العيد حلو؟ حضرت العيد ولا لسه؟ حضرت. حضرت. يا سيدي اهلا وسهلا فيكم. اهلا بيك. كيف شايف الاجواء؟ الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يعني بعم السعاده على الجميع، وبكون عندنا هذا العيد ان شاء الله يعني عيد جميل للجميع، وان شاء الله بكون. شو خططك للعيد؟ والله يعني ناوي تطلع، حابب تطلع؟ اذا اعطيناك هيك انت والاولاد تذكره تروحوا على ملاهي على منتزه بتروحوا؟ يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب اليوم عبر شاشه تلفزيون السلام برعايه كريمه من مخماس فنلند. بتعرف مخماس فنلند؟ بعرف. وين موجوده؟ بعتقد جنين. لا موجوده في رام الله في المنطقه الصناعيه. تحب مخماس؟ تسمع عنها؟ تحب تروح على الملاهي؟ طيب معناته تحب تروح على الملاهي ساعد ابوك، تمام؟ يلا. مالك زعلان؟ لا انا زعلان. ايوه بدي اياك هيك زعلان. اهلا وسهلا فيك. رح نسالك سؤال، بتجاوب عليه صح بتاخذ جائزتك من مخماس فنلند، وهي عباره عن تذكره دخول مجانا. حياك الله. يلا نشوف شو السؤال. راح اعطيك سؤال رياضي. تفضل. ماشي. السؤال الرياضي بيقول لك كالتالي، من هو النادي الذي اطلق عليه نادي القرن؟ ريال مدريد. شو رايك؟ شو قال ابوك؟ ريال مدريد. انت بتحب ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال مدريد. ريال مدريد. انت شو بتحب؟ ريال مدريد. وانت بتحب ريال مدريد؟ واجابتك صحيحه، ولانك بتحب ريال مدريد اكيد من مخماس فنلند في لك هي جائزه. اهلا وسهلا فيك. وانت بخير. شو بتحب تحكي لمخماس فنلند؟ شكرا لهم ومن زايد لزايد ان شاء الله، بتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله، واكيد جائزتك بتروح فيها انت والاولاد والعيله، بتنبسطوا بمخماس فنلاند وبتكيفوا وبتفرح. شكرا لك. كل عام وانتم بخير. وانت كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. عرف عن نفسك؟ محمد ابو صام، دير الخصوم، رئيس بلديه دير الخصوم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. الله يرضى عليك. اول شيء انواع الاجواء بدير الخصوم ولا بطول كريم؟ الاجواء كل يعني طول كريم اجواءها حلوه في اوقات معينه، ودير الخصوم اجواءها حلوه. كيف الحركه بدير الخصوم؟ ما تحكي عن طول كريم بما انك رئيس البلديه، كيف استعديتوا للعيد؟
الحمد لله استعدادات كويسة زي كل سنة، الاحتفالات، التزيين البلد، النظافة، فرحة الأطفال، نظافة المقابر، يعني في استعدادات بتكون كويسة من كل الشباب في البلد. تمام، في عندك خطة للعيد انت على مستوى الشخصي يعني العيلة حابين تطلعوا تروحوا تيجوا؟ والله كان عندي خطط قبل بس لما صرت رئيس بلدية الآن الخطط قلت. لا بدنا اليوم نعطيك خطة هيك حلوة تروح فيها على رام الله مع الأولاد، تروح تنبسطوا في مخماس اللاند. بنتك؟ ايه زينة. اهلا يا زينة، كل عام وانت بخير. وانت بخير. تحب الملاهي يا زينة؟ تعرفي مخماس؟ سمعتي عنه؟ طلع مخماس موجودة في رام الله في المنطقة الصناعية، مخماس اللاند ملاهي ومسابح وإشي على العجب اللي بيعجبي. تمام؟ يلا كل بابا ياخذك عليهم ان شاء الله، اذا بربح الجائزه باخذك وبتروح على مخماس فنلندا. سيدي في عنا انا لك سؤال عبر شاشه تلفزيون السلام، تفضل نعطيك السؤال بنشوف شو اجابتك عليه وان شاء الله بتكون رابح معنا وبتاخذ الاولاد وبنبصوا في مخماس فنلندا. كيف التو والتاريخ؟ ان شاء الله منيح. انت والتاريخ ان شاء الله منيح. مش راح اسالك شو وضع الكهرباء بدل الصور والمي. طيب منيحه والكهرباء بتحسن. منيحه والكهرباء تمام بتحسن ان شاء الله. بتحسن ان شاء الله. طيب معركة حطين في أي سنة هجرية وقعت؟ هي 1260 ميلادي. 1260 ميلادي وهجري؟ مش عارف 264 هجري 246 أو لا أنت صرت هيك رايح كثير. لا خلص هي 1260 ميلادي. طيب 1260 ميلادي، شوف هو إجابتك صح على الميلادي وأنا راح أعتمد إجابتك على الميلادي إجابة صحيحة. أكيد معركة حطين 1260 ميلادي، وبحب أقول لك إنه إجابة صحيحة. الله يبارك فيك. الله يسعدك وبتربح معنا جائزتك من مخماس فنلندا. تفضل هي جائزتك. تسلم. وإن شاء الله بتروح أنت والأولاد. الله يبارك فيك يرضى عليك. شكرا كثير لتلفزيون السلام التلفزيون المميز والرائد. تعرف عليك صبر السوج من تركيا. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. أنت بخير. هلا كيف شايفين أجواء العيد؟ ما شاء الله عنها أجواء حلوة بتجنن. بس حاسس الشوارع فاضية يا أخي. يعني في شوي في ممكن يكون يعني شوي الاقتصاد أو إشي ممكن. أكيد يعني أكيد الناس وظروفها. وظروفها بالضبط. ما رغم إنه يعني نزلت الرواتب بس ما مش عارف شايف إنه يعني شوي السوق مش كل. مش ولا بد. مش زي كل عيد يعني. ان شاء الله اليوم. اليوم اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. اليوم عبر شاشه تلفزيون السلام برعاية كريمة من مخماس فنلندا. تعرف مخماس فنلندا؟ مخماس بسمع فيه، سمعت فيها. وين مخماس؟ مخماس في شو اسمه اتوقع في رام الله. رام الله صحيح، بالمنطقه الصناعيه في رام الله مخماس فنلندا. في عندنا برنامج اهلا بالعيد، لكم سؤال انتم بالنهايه جائزه واحده، هي الجائزه تربحوا معنا وين تروحوا على مخماس فنلندا. اكيد مخماس فنلندا الملاهي رائعه جدا برك منتزهات الى ما اخره وبتنبسطوا فيها وبتقضوا جلسه العيد. اهلا وسهلا فيكم. نسالكم السؤال، السؤال هو يا سيدي العزيز بسيط جدا وسهل، في اي قاره تقع فلسطين؟ قاره اسيا. اسيا شو رايك؟ اسيا. جزء افريقيا؟ لا لا شو افريقيا، كان سمر. حلوه هي، كل الاحترام للجميع بغض النظر لا بشره ولا لون. يعني دائما التقوى هي اللي اكيد بتميز الناس عن بعضهم. اكيد قاره اسيا اجابه صحيحه، بتربحوا جائزتكم وهي عباره عن تذكره دخول في اي بي لمخماس فنلندا. الله يسعدك، شكرا لكم، كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير. وانت بخير والصحه والسلامه. تعرف عليك؟ انا وليد عمار من كفي. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بخير. مبسوطة أنت بالعيد؟ يلا احكي. وين بدك تروح العيد؟ على الملاهي بعرف صح؟ روح تلعب، أنا بعرف صح؟ إن شاء الله. بدك تروح تلعب، خلاص أنا فهمت لها. طيب أهلا وسهلا فيك. يا ميت هلا بيك حبيبي. كيف شايف أجواء تحضيرات العيد؟ والله الله يديم الخير على الناس يا رب ويهونها عليهم إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتوا؟ الحمد لله. في خطة للعيد؟ بأيام العيد؟ يعني زي كالمعتاد، يعني شو يعني بنبدا بالصلاه وبعدين بننطلق للاقارب والاصدقاء ان شاء الله. واكيد عشان الاولاد وهالبنت الحلوه فيها اكيد بدك تروح تاخذها وتفسحها ومن الاخر صح؟ ان شاء الله، الله يقدرنا يا رب. ان شاء الله. يا سيدي احنا راح نعطيك تشانس فرصه انك تاخذها على الملاهي وتلعبها، بس وين؟ اي ملاهي؟ على مخماس فنلندا. وين مخماس فنلندا؟ مخماس في رام الله. في رام الله في المنطقة الصناعية صحيح. مخماس فنلندا بقول لكم انه بالعيد فاتح ابوابه
وانتم تقدروا تروحوا هناك وتنبسطوا وتاخذ العيله وبلاش، راح نعطيك تذكره في اي في. تمام يا سيدي. يا سيدي بنشوف اجابتك على السؤال من برنامج اهلا بالعيد عبر شاشه تلفزيون السلام برعايه مخماس فنلاند وبتاخذ جائزتك. السؤال يا سيدي العزيز هو كالتالي: ما اسم اقدم صنم في الجاهليه؟ راح اسال انا بعد هبل او المنات. ايه منات. منات او هبل. اجابه بابا صح، منات اجابته صح، ابتسمت فاذا هي راضيه. صحيح، اجابتك صحيحه، اكيد منات هو اقدم صنم في الجاهليه. تفضل. انا توقعتك على فكره تجاوب ولا بخيارات، بس انت شكلها ثقافتك واسعه. الله يسعدك. الله يخليك. شو بتحب تحكي لمخماس فنلاند؟ ان شاء الله. اول شيء انا بتمنى منهم يحافظوا على الامن والسلامه، هذا الشيء موجود. انا بقول لك يعني عن تجربه، انا بتمنى لهم كل خير، ويعني بلكن ربنا هيك زاد الانبساط عند الناس ويسهلوا للناس، وبارك الله فيهم والله يعطيهم يا رب. اكيد. وانا بحب اكد لك انه مخماس فنلاند هي مدينه ملاهي بضوابط امن وسلامه، شيء مش معقول. وانا باكد لك انه كل حدا بروح هناك الحمد لله بنبسط، فبتمنى لكم تروحوا هناك ورحله سعيده. الله يسعدك ويخليك يا رب. مشاهدينا الاعزاء، لهون بنوصل لختام حلقتنا اليوم عبر شاشه تلفزيون سلام ببرنامج اهلا بالعيد برعايه كريمه من مخماس فنلاند. للامانه انبسطنا مع الناس، سالناهم اجابوا على الاسئله، ولكل يعني حابب يزور مخماس فنلاند في ايام العيد مخماس فنلاند بنتظركم اكيد في رام الله المنطقه الصناعيه مخماس فنلاند مدينه الملاهي المميزه لكم وللاسره الفلسطينيه. دائما وابدا اللقاء راح يتجدد فيكم عبر شاشه تلفزيون السلام. هذه تحياتنا في طاقم العمل ببرنامج اهلا بالعيد، الى حين اللقاء بكم في موعد اخر. نستودعكم الله والى اللقاء.